وبركاته. حبايب قلبي اهلا بكم، اخباركم ايه؟ عوده حميده من جديد بعد فوز اليوم الزمالك على فيوتشر اللي ما اتغلبش ولا مباراه حتى الان، وقدر الزمالك النهارده يعلم عليه بقياده فنيه جديده فعلا. قبل ما اخش على الفيديو عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو الى 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم وباذن الله اكون دايما عند حسن ظنكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة اليوم وكمة لقاء المتعة والإثارة فعلا في مباراة اليوم، وهو فعلا لقاء ممتع ومثير، وقدر النهاردة الزمالك يفوز على فيوتشر اللي ما خسرش حتى الآن غير من الزمالك النهاردة في لقاء اليوم، وقدر النهاردة يتألق ويبدع فعلا محمد عبد الشافي اللي عنده 38 سنة ياخد نجم المباراة. وإحنا عايزين نعرف ونقول حاجة بسيطة جدا 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 في مجال كرة القدم بصراحة، هل زيزو او هل امام عاشور ماسكين زل على نادي الزمالك؟ انا مش عارف في ايه، اللعيبه مش عايزه تلعب، اللعيبه ما عندهاش انتماء، اللعيبه ما عندهاش دم، اللعيبه ما عندهاش روح، اللعيبه ما عندهاش اصرار بمعنى الكلمه، لعيبه اكنها بتلعب في شارع دوره رمضانيه، مش قد المسؤوليه، مش قد الرجوله، مش قد كل حاجه. انا شايف بصراحه المود عالي قوي عليهم، وفعلا النهارده زيزو اثبت لنا اللي فعلا من غير المنشطات زيزو ما بيلعبش كوره، فعلا اداء سيء جدا. طالع النهارده مش عاجبه مصطفى شلبي، النهارده طالع مش عاجبه، الاداء مش عاجبه كل الناس بعد الاداء وبعد روعه الروعه في لقاء اليوم. فعلا حاجه مشرفه جدا في اول 3 بونت علشان يصبح رصيد نادي الزمالك الى 29 نقطه، وقدر يفوز على فيوتشر بقمه الانتماء فعلا وقمه روح جمهور نادي الزمالك في لقاء اليوم. وفعلا فعلا فعلا حاجه محترمه وحاجه مهوله جدا، وقدر نادي الزمالك يعلم في لقاء اليوم على فيوتشر بعد ما كانش خسران ولا مباراه في الاسبوع ال 15 او 15 مباراه، قدر النهارده نادي الزمالك يعلم عليه بمعنى الكلمه. الزمالك رجاله عندهم روح، عندهم اصرار، عندهم عزيمه، وفعلا فعلا النهارده اثبت جمهور نادي الزمالك اللي محمد عبد الشافي متالق مبدع وكل حاجه جميله جدا 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 في حلقه اليوم. ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله يا رب كل الحلقه عجبتكم. قبل ما احنا معاكم نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم وان شاء الله اكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب ستوديو سبورت. بشكركم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.